انه لو راجل ما كانش جابك ودحلبك وحطني قدامك علشان يقول لك انت مش هتقدر تعمل حاجه، كان واقف قصادك كده ولولا شويه الغجر اللي كانوا واقفين معاه دول والمصحف ما كان يقدر يعمل ده ولا نصه حتى. ده بيخاف منك. فكها بقى يا حسني بقى. جري يا حسني، انت هتعيط ولا ايه؟ كسرني يا ليلى. حاسس ان انا ماليش لازمه. ان هو ممكن فعلا يبص عليها بجزمته زي ما قال. فشل. ده انت سيده وسيد سيده كمان. ده انا كنت مطمنه بس عشان انت جنبي. ولعلمك ده كان تمام ولا يستجري كان يعمل حاجه اكتر من اللي عمله عشان انت موجود وكان خايف منك. انت طيبه قوي يا ليلى. وانت جدع يا حسني. وراجل وسيد الرجاله كمان وكبرت في نظري. ولعلمك بقى هو النهارده قوي بفلوسه وانت بكره هتبقى اقوى منه بليون مره عشان هيبقى معاك فلوس اكتر منه. هتفكها بقى يا اخي، هي ناقصه نكد. انا ما بحبش النكد. كفايه البوز اللي مستنيني في البيت. اه والله. عارف يا حسني؟ انت مليت دماغي. اه والله العظيم. اول مره في حياتي احس ان في راجل واقف في ظهري. ومش خايفة من حاجة. لا مش أي راجل، راجل إنما إيه؟ قمر طول بعرضه وحاجة حلوة كده. ترى يا بنت أنت هتعكسيني ولا إيه؟ بكاية يا عم والنعمة الشريفة ما حد واخد منها حاجة ولا مستاهل. دي مين دي؟ الدنيا. أكون مين يعني؟ الدنيا صعبة أوي يا حسني. أوي. وخصوصاً على اللي زيي. ما حلتيش حاجة. ولا مال ولا ظهر ولا عيلة تستر وراها. ما حلتيش غير القرشين اللي باخدهم كل آخر شهر من شغل. ومرات أبويا الله يحرقها بتاخدهم مني أول بقى. وأبويا زي ما أنت داري ملوش في حاجة. بس أنت جدعة يا بنت هلال. تفتكر؟ والله ما عارفة إذا كنت أنا أصلاً جدعة ولا يعني لازم أبقى جدعة. بس هو السؤال انا ما بقاش جت عليه. يعني انت لو ربنا بعت لك فلوس كتير هتتغيري يا ليلى؟ سؤال وجيه. على حسب. يعني لو معاكي مليون جنيه اوعي تقولي لي ابني جامعه ومستشفى واطلع من بقى عمره. لا لا استنى انا هقول لك. انا طول عمري من وانا صغيره نفسي انبسط. نفسي من عيني اروح على بحر كده واشم هوا نضيف وافضل ابلبط في الميه واطلع واكل جيلاتي. والله اقول لك مليون جنيه تقولي لي بحر وجنادي. ايه الفقر اللي انت فيه ده؟ ولا فقر ولا حاجه يا عم، انا بشكر ربنا على كل حال. الحمد لله. ده انت لو اديتني شقه فول قد كده اكلهم واقول له متشكرين قوي. انا مش عايزه حاجه غير الستر. انا بقى عايز عربيه كبيره 18 باب. اه والله شقه على النيل هنا كده. شقه ايه؟ لا فيلا. فيلا كبيره قوي زي بتاعه ابو دير اللي كنا عنده دلوقتي ده. طب يلا يا اخويا اللي بتحلم، مش هتوصلني ولا ايه؟ أنا اتأخرت. طب خلينا قاعدين شوية. يا أما أنا مستنيني بوز قد كده في البيت دي هتطلع روحي. يلا بس يلا. عارفة لو منك أديها بنية أجيبها جالها. هيحصل والله ما تستعجلش، إن شاء الله هشيلها هيلة بيلة كده وأقوم حدفها من البلكونة أهو نخلص. أيوة كده. أنا كنت جنبك.